الأسطي، والأسطي زي ما انتوا عارفين في سنة أولى هفكركم بنظام امتحان الأسطي. قبل ما أفكركم على فكرة الدكتورة فادن قالت لي إن أنا أقول لكم الامتحان هتيجي من 9 الصبح من 9 ل 10 اللي هو الأرقام من 1 ل 718 وفي إعلان نزل على باب الاسم ده ومعاهم الباقين للإعلان هيجوا معلش الساعة 9 هيبتدي الامتحان وفي مجموعة تانية هتمتحن من أول الساعة 11 إلى 12 اللي هي النص التاني من الدفعة ده إعلان نزل. نبتدي بقى بفكرة الأسطي. الأسطي يا جماعة هي عبارة عن صور زي ما أنتوا عارفين. كم صورة؟ تقريبا 13 صورة. 13 صورة تقريبا. طبعا الصور دي بتتعرض عادي على داتا شو. هيكون معاكم ورق أسئلة لكل صورة. الصورة بيبقى تقريبا مدتها دقيقة وشوية. يعني ما بتزيدش عن كده وهي بتظبطها اوتوماتيك. هنذاكر بنيت اوسكي او اكيد الناس ذاكرت او عارفه كتاب العملي. كتاب العملي ما بتخرجش اسئله الاوسكي منه خالص. كتاب العملي العادي هنبتدي بالفكره. اول اسئله او اول صور اوسكي سنسوري. لو بصيتوا على الرسمه دي هنا ده دابوس بيشك بيه ايد حد. طيب اول ما يجيب لك صوره الدابوس ده يبقى بنتكلم على تيست اوف بين. قبل ما نتكلم على السنسوري ايه الضروري ان احنا نعرفه في السنسوري كاوسكي؟ اكتبوا بقى معايا الضروري ان انت تعرفه او تركز مش لازم تكتب. اول حاجه اسم التيست بتسأل فيه. Name of the test لازم هتسأل في النيم. تاني حاجة هتسأل في الريسبتور. الريسبتور اسمه ايه؟ بقول قواعد عامة وهنطبقها. يبقى اسم التست اسم الريسبتور. بتسأل فيه حاجة مهمة اتراكت الباسواي اللي بيتنقل بيه الإحساس. اسمه ايه؟ كل الكلام ده كام سي كيو. طبعا احنا مش هنحل ام سي كيو في المراجعه عشان الوقت سيبوه للاطفال. يبقى واحد قولوا معايا ستيست. اثنين الريسبتور قصدي التراك. ولازم تكون عارف كمان رقم اربعه ادابتيشن. يا ترى الاحساس ده الادابتيشن بتاعه رابيد ولا سلو ولا مغرق؟ مين الحاجات اللي الادابتيشن بتاعها سريع بسرعه؟ التاتش بحس بيها بسرعه وبنساها زي الساعه. طيب مين الحاجه اللي بتبقى مغرق؟ تمبريشن. مين الحاجه اللي بتبقى سلو او ماضي؟ البين. والسلولي ادابتنج زي البروبريو سكشن دي اساس. طب لو جينا عند الريسبتور بنتكلم في قواعد عامه. ريسبتور مين الريسبتور بتاعه؟ فري نيرف اندنج. يا جماعه الفين والكروت تاتش الحاجات دي. طب مين الريسبتور بتاعه؟ ركزوا معايا نيركل ومايسكو كان فاين تاتش. طب مين كان الرافيني وباسينيا والبروبريو سيبشن؟ يعني من الاخر لازم اركز كل احساس اسم الريسبتور بتاعه ايه؟ طيب نيجي بقى لاسم التست. البين اسمه بين بريك تيست. في اي مشكله؟ ده بين بريك تيست. يبقى لو جابت الصوره دي يا هتسالك في التست يبقى بين بريك ريسبتور فري نيرف اندنج. طب اسم التراك هنا ايه؟ لاترال سباينو سلامك تراك. طبعا في الام سي كيو هتحاول تلخبطها. يا ترى لاترال سباينو سلامك ولا فنترال سباينو سلامك ولا تورسال كولن؟ مين اللي تورسال كولن؟ فاين سنسيشن. قولوا لي مين هم؟ الفاين باش. كان ليه كام تيست في العمل؟ اثنين. واحد بتاع البلجن كان اسمه ايه؟
صور طب طيب يوم رأي زيش انا عايز بس الفكره الاولى ده مهم قوي. طيب مين اللي بيتنقل بالفنترال سباينو سلامك تراك؟ كروتاش. في اي مشكله كده؟ طيب مين اللي كان بيتنقل مع البين في اللاترال سباينو سلامك؟ كامبريدج. هنا بعد الصوره دي انا حاطط لكم اسئله ام سي كيو، حددتكم الفلاشه دي هتاخدوها باذن الله. الاسئله بتاعت الام سي كيو لو بدانا مثلا بالسؤال الاول ستيست يوز ايس كول، يبقى بيبريك سؤال تاني فرضنا ان الانسان ده فقد الاحساس في الدرماتوم وان الاحساس اللي فقده يمتد حتى الامبريتس. فاكرين يا جماعه السرينجوميليا؟ السرينجوميليا مره دكتوره خاتم من سنتين عملت فكره خبيثه جدا. اكتبوا بقى الفكره الخبيثه اللي عملتها ايه؟ ما جابتش صوره الدبوس، صوره البين ما جابتوش، جابت صوره واحد واقف وظلمت ايديه كلها دراعه كله وكل الصوره لغايه الامبرايتس، وكتبت على الصوره the patient lose the sensation in the shaded area، يعني ظللت ايديه كلها لغايه الامبرايتس. تتوقع السنسري لوس يبقى اسمه ايه؟ سرينجو مايليا. جمعتوا معايا؟ فلازم تكتبوا معلومه كده، احنا خلاص عرفنا البدايه. سرينجو مايليا بنجيبها كصوره كرسمه دايجراماتيك عشان ما تتخطش. سرينجو مايليا ما فيهاش اي مشكله. انا عشان تستفيدوا النهارده بالمراجعه وما تبقاش اسطي بس، على فكره الاسطي سهل وكل دفعه باذن الله هتجيب فول مار باذن الله، واللي هينقص وده وعد، يعني انا متاكد من اللي بقوله، اللي هينقص هينقص درجه بكتير. طب احنا جايين ليه النهارده؟ جايين للاهم، العمل اللي هيبتدي يوم الاثنين. انتوا عارفين ان في امتحان العمل يا جماعه في سنه، عارفين كده طبعا. يوم الاثنين سيبدا القصر البري والبحري والجوي وانت ونصيبك. طبعا انتوا مدربتوا انت وحظك. تعالى بقى اقول لك الاسئله الغريبه على تجربه البيت. اكتبوا بقى معايا كاسئله او خلاص اللي بيسجل يسجل. دكتوره شاديه عارفه؟ الست دي شهرتها الاساسيه ليست في سنه اولى، في ثانيه بتسال، في ثانيه اسالوا اي حد ثالثه رابعه، يعني الناس عارفه. في اولى هي مش اكسبرت في اولى درجه كافيه. في تانية بتسأل موتور حتى النخاع. موتور بس. هنيجي بقى لتجربة البين. سألت الولد من كذا سنة قالت له ايه؟ قالت له ايه هو التايبس اوف بين؟ ده سؤال سهل. قال لها في فاست بين، سلو بين، ديب واسكيميك ريفير، انا مش عارف اتكلم على ده. قالت له اعمل لي اكزامينيشن لانواع البين. الاكزامينيشن اللي عملناه في السكشن كان على ايه؟ على السوبرفيشال. اه لا على السكين. هي عايزه تو تيست كمان. بصوا بقى في اسكيميك بين خدتوه في سنه اولى. فاكرين اسكيميك بين؟ هلف الرابر باك وارفع ايد العيان لمده دقيقه في اثناء دقيقه ارفع ضغط الدم لغايه دقيقتين. فاكرين الكلام ده؟ وبعد ما الدقيقه تعدي نزل ايد العيان واستمر خليه بقى يفتح ويقفل ايده. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ الكلام ده يا جماعه اكتبوا اسكيميك بين والله هتتعرف. هتجيب لك جهاز ضغط ويقول لك اعمله. ما عندهمش حاجه اسمها سنه اولى ده انتهت واحنا في سنه ثانيه. طب في تيست تاني للبين. ديب بين هقوله بس ما حدش يضحك. ديب بين هيبقى معاك ولد زميلك موجود معاك في الامتحان. اقرصه في الكارد في مصر، يعني اقرصه في السن
الإدمان، ده ديب بين. يا جماعة الكلام ده مهم، لازم تقرصه مش هزار، لازم تحسسها إنك أنت فاهم يعني ديب بين. فاهم مش كده؟ يا جماعة الحتة دي مهمة. اكتبوا معايا سؤال كمان. سؤال، أنا أنتوا النهاردة جايين تعرفوا الحاجات الغريبة، مش بس الحاجات السهلة. الناس الطبيعيين التانيين بيسألوا إيه؟ ريسبتور، تراكت، أفرنت، أدابتيشن، والناس زي الفل. الناس اللي زي الفل دول موجودين فين في الإس؟ فوق. موجودين في المعمل فوق، هتبصوا تحت. اللي تحت يا جماعة في ناس كتيرة جدا كويسة، بس في حاجة أنا بحذر منها. لأن هتنزل من على السلم، عارفين الأربع سلم، وده كل المعيدين. كل اللي تدخل لجوه حذر بقى، هنا الحظ ليه دور كبير. نقول تاني السؤال تاني على مين؟ أستاذ عندنا بيسأل، بيسألك سؤال مهم قوي. عارفين يا جماعة البراون سيكوال سيندروم؟ اكتبوا نفسي. هيسألك براون سيكوال سيندروم، أنا عارف إنها سنسوري ليجنز، ركزوا معايا. دول الناس الكبار بيسألوا الأسئلة الغريبة دي. جه بقى الدكتور عندنا برضه اسمه الكوريني، هو راجل كبير في السن بقاله كذا سنة ما بيسألش، ما بيمحنش. يمكن على حظهم يجي. بيسأل إيه استخدامات الدبوس؟ إيه هي؟ طبعًا استخدام الدبوس أكيد سمعتوه. الدبوس ده ليه راس. لو أنت قلبت الدبوس مش السفن، راس الدبوس نزلتها على ايد العيان، تحول الديسك من فين الى طش، الى فايل طش. يا جماعه دي اسئله غريبه بتتسال على تجربه البين. نيجي بقى للي بعدها. دي برضه بالنسبه للبين اهي. دي ايه؟ كروت طش. مش شرط ان الكروت طش تيجي على الابر ليمب، ممكن تيجي على اللور ليمب. ده كروت طش. تعالوا نطبق القواعد بسرعه. اسم تيست كوتون وول تيست، صح. اسم ريسبتور بريمير اند، كلام عادي. ادابتيشن رابيد ادابتيشن. اسم تراكت فينترال سباينال سلام، هيقول لك وبس. ودورسال كولا. يا جماعه الكلام ده بيتسجل. تعالوا بقى على الحته الاهم. نيجي برضه الدكتوره شادي سألت البنت السنة اللي فاتت السؤال جميل. قالت لها ايه مواصفات القطة؟ فالبنت قالت لها يا قطة ليها مواصفات؟ قالت لها ايوه القطة ليها مواصفات. اكتبوا ان هما صفاتين هي عايزة تسمع. يا جماعة هي عايزة تسمع دول. لازم القطة تبقى هايشة. كلمة قطة هايشة عارفين ما تبقاش محددة. هايشة ليه؟ يعني كروت، يعني هتلمس ايه؟ مكان كبير شويه. هايشة دي مش هتقولها قدام دكتورة شادية هايشة. هتضربها. تقول لها فلافي بيس اوف كتب. هتبوسك. فلافي بيس اوف كتب. ايوه يا جماعة هما بيحبوا حاجات معينة. فلافي اند الريجولار. فلافي والريجولار. سؤال بقى مهم، ركزوا معايا في العمل، على فكرة ده احنا قلنا نص ده سهل. في العمل بقى، يا ترى القطنة لما بنزلها على إيد زميلي بعملها إزاي؟ بسرعة؟ لو أنا عملت كده يبقى أنت فعلا كده. عارفين حاجة اسمها تيكرينج؟ إحساس الزقزقة. لازم القطنة تتحط شوية وتسأل زميلك حاسس ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ يبقى لازم ما تحركش القطنة بسرعة، ما تمسحش صباع زميلك بسرعة، لأن ده هتدخلك في سلم سليم. في أي صورة؟ النقطة اللي بتنسوها في امتحان العمل، لو عملت التيست ده في إيد زميلك في البار، لازم تختبر القطنة فين كمان؟ في الدورس. هيقول لك إيه؟ عشان تشوف الهيل والنون هيل. الحته المهمه دكتور شكري لازم ندخله معانا في الاحداث. دكتور شكري هيسالك سؤال غريب، مش هيقول لك اكزامن كروت تاتش، ولا
examine light touch. اللايت تساوي كلمة كرود يا جماعة عشان خاطري كلام ده مهم. اللايت الخفيف هي كلمة مين؟ كرود تاتش. يعني هو لا هيقول لك كرود ولا هيقول لك فاين، هيقول لك اسمه لايت تاتش. ده مهم جدا الحالة دي. نيجي بقى للي بعدها. اللي بعدها حاجات بسيطة اللي هي دي. لو انت لقيت قلمين جنب بعض وده لو بصيته هنا بحاول اشاور على النقطه للمايستر كلام عادي جدا. هو ده اشارات اكتبه بقى دكتوره فين يعني رئيس القسم مش هنذكرها. تعالى في القعده دي لازم عندنا سؤال مشهور كل سنه على فكره دكتوره فين طبعا من اكتر الناس طيبين في القسم طيبة جدا وامتحاناتها سهلة. بس الحتة دي لما تيجي تستخدم القلم يا ترى يبقى سنه رفيع ولا سنه تخين؟ رفيع ولا تخين؟ اللي هيقول حاجة يقول ايه؟ على فكرة السؤال ده مش من اسكي. انا ليه دخل اسكي بعملي؟ عشان دي محاضرة الوقائع. لازم اقول كل حاجة يا جماعة رفيع ولا تخين؟ لازم يبقى رفيع. لو كان القلم سنه تخين ممكن يعمل على اصبعك بريشر سنسيشن او لا؟ انا هنا بختبر بريشر ولا فاين تاتش يا جماعه؟ لمسه خفيفه فما تقولش سن القلم يبقى تخين. ده السؤال المميز اللي هي بتساله. نيجي للي بعده. اللي بعده ده سهل. ايه ده؟ الكومباس فيتر كومباس تيست. فيبر كومباس تيست الحاجات التقليديه اللي هتتسال في الاسكي. المسافه ما بين النهايتين بتوع البلدان كان ليهم اسم ثريشولد ديستانس. فاكرين الارقام اللي في الكتاب؟ المسافه ثريشولد ديستانس تبقى كام؟ في الديبو فينجر 2 3 ملم. كام في الباك؟ 65. تعالوا بقى نقول التكات بتاعة امتحان العملي. التكة هتدخلوا عند دكتور نبيل. دكتور نبيل دكتور نبيل الضمراوي هيقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا بقولها لكم يا جماعة خبرات الضحايا الصابرين. أنا ما كنتش عارف الكلام اللي أنا بقوله ده، هما اللي قالوه لي. بصوا بقى، انت بتحط البرج المقفول على ايد سميره اه ولا لا؟ وسميره لازم يكون مغمض عينيه. هتحطه مقفول، هتساله حاسسها نقطه ولا اتنين؟ هيقول لك نقطه واحده. تشيل البرج وتفتحه وترجع تحطه في نفس المكان لغايه ما في النهايه يقول لك انا حسيتهم نقطتين. انتوا بعد كده بتقولوا ايه؟ بتقولوا ان المسافه 2 ل 3 معاه. هو ما بيحبش كده، يقول لك اوعى تقول لي المسافه كام؟ امال هو عايز ايه؟ تقول له انا عايز مسطره دلوقتي عشان احط البرجل بالفتحه بتاعته على المسطره من اول الزيرو. طبعا السنتي في كام مليمتر؟ 10. حط البرجل من اول الصفر وشوف عمل كام. شرطه صغيره، لو عملت الكلام ده هتاخد معاك نقط. اي حاجه ثانيه هيقول لك انت عاطف ومش فاهم ومين اللي قال لك الكلام ده. وقتها لازم تبيع المعيدين. هم اللي قالوا لنا ما اعرفش ان الحقيقه كانت كده، لان خلاص المركب بتغرق. انت وهو وقفت مفيش ملهاش حل تاني. انت بقى علشان تبقى شاطر خش معاكم خش معاك مسطره. والله مش هقصر لان هيقول لك نقيسها ازاي؟ قول له حضرتك انا جاي معايا مسطره. مين اللي قال لك على المسطره؟ حضرتك اللي قدامك. انت اللي قدامك يا جماعه. لازم كده الناس ما بتفهمش واللي امتحنوا على اساس الكبار دول عارفين الحقيقه دي. يبقى دي اكتر حته رخمه فيها. في بقى بعد كده نيجي للصور الثانيه. دي بتاعت ايه؟ مفتاح في ايد العيال. ستيريو جنوزس. ستيريو جنوزس يقول اسئله
اللي سبته ايه؟ مش هو تاتش وبريشر؟ انا لازم المس المفتاح واضغط عليه عشان احس. مين اللي سبته بتوع التاتش؟ ميركل اند مايسون. ومين بتوع البريشر؟ بازيليان ورافين. اخطر حته في السؤال ستيريو بروس، مين السنتر اللي في الكورتكس اللي قال لك ان ده مفتاح؟ سوماتيك اسوشيشن كورتكس. نسال سؤال اناتومي انتوا عارفينه، الدورسال كولم كان فيها نوعين من الكراكس، كونييت وجراسين. تختار مين التراك اللي هيتشال عليه ستيريو بروس؟ الكونييت طبعا. دي اخطر حاجات. هل فيها اسئله صعبه لستيريو بروس؟ الاجابه لا، مفيش اسئله غير تقليديه. نيجي بقى للي بعدها. هي دي اللي بعدها. ده ايه؟ ماسك الجوينت، بس ماسك الجوينت بتاعت البيك تو. فاكرين يا جماعه في السكشن سنس اوف بوزيشن؟ كنت بثبت اقرب جوينت بايدي واحرك الديستال بالانس، فاكرين ولا لا؟ كنت بحركه من الميمت ولا من الجنب؟ من الجنب. لو مسكت الصباع من الضافر وتنزله لتحت او لفوق كده انت عملت له بريشر. دكتور شكري جه من سنتين وسال سؤال غريب جدا. ده من سنتين لما السؤال قلناه في المدرب ده انحرق. جاب السنه اللي فاتت سؤال جديد. هتقول السؤال اللي قبل اللي فاتت وبعد كده تقول سؤال السنه دي. والناس موجودين، انا مش بسرح فيهم، الناس دول موجودين. قال للبنت ايه؟ قال لها انا عايزك تعملي لي سنس اوف بوزيشن. سنس اوف بوزيشن علشان يتعلم، مش انت بتمسك اقرب شويه في ايدك الشمال؟ فاكرينه ولا نعمله؟ نعمله. تعالى يا مصطفى. ويا جماعه حد تاني يكون جنبنا عشان يمسك لنا المايك، يعني عايزين اثنين. مصطفى واحد تاني. اللي التاني هيمسك المايك. مش هيعمل حاجه يا جماعه، هيمسك. شوفوا يا جماعه بسرعه عشان لازم نمثلها، مش هتفهموها واحنا بنعملها كده. بصوا بصوا يا جماعه، سيبكم بقى مصطفى، ركزوا بقى معايا. هنعمل ايه؟ يعني كلكم كده شايفيني، انا عايز احرك الديستال فالانس بتاع الصباع ده، بثبت مين؟ يا جماعه اللي هو البروكسيمالي صغار اهو، وبحرك كده من على الجنب، فاهم المشكله؟ ولازم زميلي يكون مغمض عينيه، اقول له كده فين؟ وكده؟ مش ده الكلام اللي اتقال في السكشن؟ وده الكلام اللي فضلنا نقوله حتى 2014. ايه الجديد بقى؟ جه دكتور شكري قال على فكره في طريقه ثانيه، ان انت كدكتور انا كدكتور حسبت البروكسيمال فالانس بتاع العيان بصباعي. عارفين زي علامه البلس؟ هو رايه كده. ارسموا في راي ثاني، اكزامينيشن ثاني، تثبت البروكسيمال فالانس اوف ذا بيشنت بايه؟ بصباعك انت، بالاندكس، كانك عامل علامه بلس، عارفين زي الصليب. ده رايه كده، وتحرك الديستال فالانس بالمنظر ده. ده يا جماعه اكزامينيشن طريقه ثانيه. ما فرقتش كتير، بس دي الطريقه اللي هو قالها واللي كان عايز يسمعها. السؤال ده لما قلناه في المدرج والناس عرفته، جه بقى دكتور شكري السنه اللي فاتت سال سؤال غريب انا مش عارف اجابته، ولا انتم وكلنا هندور. قال له ولد ايه؟ قال له عارف السنس اوف بوزيشن؟ قال له ايوه. قال له فين؟ دكتور ارسل ايه؟ مش ده بيتعمل قال له السين. اول واحد قال السؤال ده انا بصيت له باستغراب، قلت اكيد سخن شويه، ضاع متجنن. سالت كل اللي خرج يا دكتور بيرسموا ازاي؟ يا جماعه بيرسم مين؟ قال لنا السين سو بوزيشن لازم يترسم. فاكتبوا السؤال ده وهندور كلنا على اجابته. والله ما بهزر، انا مش فاهمها. واللي قال السؤال ده واحد اسمه مصطفى في سنه ثالثه بيعمل مؤتمرات ودي ام بي، يعني مش عارف مصطفى ايه، حبيب. قال لي يا دكتور يرضيك لما يترسم عليا؟ قلت
دكتور معلش يا مصطفى. سنس اوف بوزيشن فرق منه رسمته. ده انتوا لسه هتشوفوا اسئله عادة كده. مين يا جماعه التجربه دي بقى؟ التجربه دي بتاعت الفايبريشن. انا مش عايز حد يبقى قاعد في بالي. انا بقول الواقع اللي حصل ايه؟ وده يعني عشان تبقوا مرتاحين. مش ضروري انك تتسال الاسئله دي، يا رب تتسال اسئله عاديه. بس انا عايز اقول لك اسئله الغريبه عشان اذا سالت ما تبقاش محطوط، تبقى مبتسم. بصوا بقى فايبريشن ليست. المشكله اللي بتضايق الاساتذه عندنا في الاس. قالوا لكم في السكشن ايه؟ لازم الشوكه تتضايق. اه ولا لا؟ يعني انت هتخبط الشوكه وتحطها على البروكسي على الفرق على الجوينت عشان الماجنيفيكيشن. ولازم زميلك بعد الاحساس بالشوكه يقف تنقل انت الشوكه للناحيه الثانيه. مش ده اللي حصل؟ اوعى تنقلها. هقول تاني، اوعى تنقل الشوكه. امال هم عايزين ايه؟ اكتبوا بقى معايا اللي هم عايزينه بالظبط. دكتور نبيل قال لك الاول اعمل الفايبريشن تيست عليك انت الدكتور، شوف هتحس بالفايبريشن وقت قد ايه، يعني ريكورد ذا تايم اوف فايبريشن بفرض ان انت سليم. وتعيد التيست تاني على مين؟ على البيشن. لو طلع الوقت بتاع الفايبريشن للعيان هو بتاعك يا نورمال، يبقى احنا الاثنين زي بعض. طب لو طلع البيشن اقل مني يبقى عنده مشكله في السنسيشن، يبقى عنده دورزل كولن ليجن، بيكرهوا فكره تتنقل. دكتور ابتسام ودكتور هاني ودكتور نبيل، الناس الكبار دي كلها، مين اللي قال لك تنقلها وده اتعصب عليك؟ اوعى اوعى. وطبعا في نصيحه ثانيه بس مش علميه، لما تعمل التجربه دي بعد اذنك اوعى تخبط الشوكه على البنش. اكيد انتوا عارفين المعلومه دي. الشوكه تخبطها يا اما على ايدك يا اما على كوعك لعدم اسعاد الباشا. ما ينفعش تسعده مش هسمعها. فانت ما ينفعش. انا بقول لكم على فكره النقله. انا بقى الدكاتره الاصغر لو قلت له انقلها ما بيفرقش معايا. دي نقطة. جه بقى دكتور شكري الولد اللي قال لي ده كان اسمه محمود، قال لي ايه؟ قال لي يا دكتور انا بصراحة نقلتها مع دكتور شكري. قلت له طب هو اعترض ولا لا؟ مش مهم رأيي، انا رأيي ده طز فيه. قال لي هو عايز ايه؟ قال لي ما اعترضش. قلت له حلو. قال لي يا ريت اعترض يا روحي. اصل سأل لي بعدها سؤال جميل، قال لي هو ايه اللي هيفرق لما تنقل الشوكة؟ هتتغير في الفريكونسي ولا في الامبلتيود؟ اكتبوا السؤال. اذا نقلت الشوكة اتنقلت مع دكتور شكري، يا جماعة الكلام ده حصل، هتشوفوا لايف يوم الاثنين الجاي. احنا هنروح فين؟ هما موجودين واحنا موجودين. نقلت الشوكة معاه، ايه اللي هيتغير؟ فريكونسي ولا امبلتيود؟ ها؟ الامبلتيود. الفريكونسي مش هيتغير، انتوا معايا ولا لا؟ التردد بتاعك مش هيتغير. في حاجه ثانيه بتضايق الاساتذه في العمل، الشوكه ليها تردد مكتوب ولا لا؟ عارفين في رقم؟ في طلبه بتدخل تسمع، يعني ايه؟ التردد اللي مكتوب 128، مين اللي يحس بيه؟ باسينيان ولا مايسترو؟ صح، باسينيان من 80 الى 500. فيجي الطالب اللي تحت سبعه من 0 ل 80 كذا ومن 80 ل 500 كذا. طبعا لا، اقرا الرقم اللي مكتوب. في حاجه ثانيه، كل ما الشوكه يبقى التردد بتاعها صغير تستخدمها في ايه؟ فايبريشن ولا هيرنج؟ صح. ودي الاسئله اللي بتتسال. يجيب لك شوكه التردد بتاعها صغير ويقول لك اعمل لي هيرنج. حضرتك لا، انا محتاج تردد
هو ملهاش شرط قوي بس يعني دي كمعلومه. بصوا بقى اللي بعدها، هنبتدي دلوقتي يا جماعه بحاجات المور. انا كده خلصت فكره السنسور، شفنا البين وكرو تاتش وستيريو بوزس. في واحده رب بيست عارفينها ولا لا؟ ان العيان يقف يغمض عينيه ويضم رجليه الاثنين ويضم رجليه، الدكتور يبقى موجود فين؟ بعيد ولا وراه؟ ليه وراه؟ عشان لو العيان وقع يلاقي حنينه تستلم، يلاقي واحد يستلم. بصوا بقى على الاسئله السريه اللي هقولها دلوقتي. لو العيان كان هيقع وما وقعش تعتبره بوزيتيف رومبرج ولا لا؟ بوزيتيف صح، كان هيقع ويلحق نفسه برضه بوزيتيف. اذا ذكر الرومبرج يبقى لازم اتكلم على ايه؟ على بروبريو سبشن. مين المرض اللي بيبيع فيه بروبريو سبشن؟ بسرعه الاوتيبس دورسالس. واذا اتسالت الاوتيبس هيدخلك على السنسوري اتاكسيا. يعني اول ما يقول لك بروبريو سبشن مش محسوس يدخلك على حاجه اسمها اتاكسيا. فاكرينها؟ ارجعوا لك النظر. وايه الفرق بين السنسوري والموتور؟ كل دي اسئله جوه العمل ممكن تتسال. هنا دي بنعمل اكزامينيشن ليه؟ يا ترى كون ولا باور؟ هنا العيان مثبت مين؟ الانكل، قصدي الدكتور مثبت الانكل جون مثبت وعمال يحرك في مين؟ يحرك في التوز. هنا لما اقول كون او باور الطلبه بتتلخبط. لازم الدكتوره تاني تكتب لك في السلايد سيبيشن تباسيف ولا اكتف؟ اكتبوا الكلام ده. يعني انت ممكن تتلخبط في الصوره، يا ترى دي صوره تون ولا صوره باور؟ هو في التون العيان بيعمل اي اكشن؟ العيان سلبي، انا اللي بحرك ايديه، انا اللي بحرك رجليه، انا في الباور. العيان لازم يكون ايه؟ اكتف. بمناسبه التون، مش احنا دخلنا على اوس بي موتور صح؟ اذا ذكر الموتور ستذكر دكتوره شادية. بصوا على اسئله النور، هقول لكم اسئله عميقه. وات از تون؟ هتقول ايه ده؟ ده سؤال سهل. ما احنا عارفين التون. دكتور تون ذا بارشال كونتراكشن. قالوا لها كده، قالت لهم غلط. حضرتك مايلد كونتراكشن غلط. العيان بس غلط. طب الست دي عايزه ايه من الاخر؟ It is static stretch relax. لما تقول لك what is tone كلها static stretch reflex. بس قبل ما تقول الاجابه مثل ان انت بتفكر. بتحب قوي الحته دي. بتفكر انك بتفهم وقال يعني هي دي اللي انت هتلاقيها static stretch reflex. هي بقى اهم حاجه بتسالها في التون ايه؟ بتسالك في التون في كل حاجه. عارفين انتوا جداول المقارنه بتاعت الموتور كلها؟ الفرق بين الاسترتش والانفيرس استرتش. عايزكم تكتبوا من الاخر كل جداول المقارنه بين الموتور هيلس بتاع ورق درس وكتاب. الفرق بين الابر واللور، الفرق بين السباستيستي والريجيلتي. بس عندها سؤال مشهور في حته السباستيستي والجينز. طبعا انتوا سمعتوا في المحاضرات كلاس لايف، لا في الكلاس لايف في مقاومه في الاول وبعد كده المقاومه بتقل. طب واللي عنده باركنسونيزم المقاومه بتاعته بتتغير ولا هي عاليه في الحركه؟ لان التون عالي قدام وعالي ورا. ادرس والبالانس. فبسألك سؤال، يعني ايه فيلوسيتي ديبندنت ريجيديتي؟ يعني ايه فيلوسيتي ديبندنت؟ اصلا يعني ايه فيلوسيتي؟ السرعه. لو انا عندي باركنسونيز تنيت دراعي بسرعه او ببطء فرقت؟ ما فرقتش. فتكتبوا معايا كلمه ان ريجيديتي، ان ريجيديتي ات از نوت فيلوسيتي ديبندنت. لو عندك شلل رعاش السرعه ما تفرقش. اتني او افرد
الذراع بسرعه تنط فتح مش فتح. طب واللي عنده بلس لايف هتفرق ايه؟ في الاول مايند ستريتش، في الماركت ستريتش. هو الماركت يعمل لك ايه؟ قول انفيرس ستريتش ريفلكس فيرا ريسبونس ريلاكسيشن. فهي بتسال في كلمه فيلوسيتي ديبندنت. جت بقى بتسال اسئله اللي هي غريبه، هتقول لك مثل لي الجيت. ركزوا بقى معايا، مثل لي ايه؟ الجيت. هتقول لي اني لابس سيره في امتحان عملي. عادي جدا. ايه التجربه اللي في العملي اللي فيها جيت؟ مع سيرفنت مش قالوا لكم في السكشن السيرفنت لما واحد ماشي درانكن بيتطوح يبقى عنده ليجن فين؟ في الفيستيبيلو؟ سيرفنت اه ولا لا؟ هي عندها سؤال مشهور في حته البيت، هتقول لي تمثلي لي كل البيتس اللي تعرفيها. تمثليها قدامها ازاي؟ اللي عنده باركنسونيزم بيبقى ماشي ازاي؟ رقبته ماشيه ازاي؟ بيبقى تاني بقى رقبته فلاكشن اتيتيود. ايديه بتبقى بعيد عن جسمه ولا لازقه؟ كانه تمثال كده. بيعمل ايه في رجله؟ بيقدر يرفعها من على الارض؟ لا. فبيبقى ماشي بيزحف رجليه في الارض، يبقى ده اسمه شاطر. في مشية تانية هنمثلها مع بعض، ان انا ارفع رجلي جامد وادببها اسمها ستامبنج. ستامبنج جيت، يبقى دي رقم اتنين. في بقى جيت تالت دول سيركم دكشن. عارفين الابر موتور؟ ان بيبقى دراعه كده، عارفين سيمي فليكسد، وبيبقى وسطه واخد انجل معين، بيبقى عنده سيركم دكشن، عارفين اللي هو الدوران ده، وبتبقى رجله نازله لتحت. الحاجات دي يا جماعه بتقول لك مثلها. تعالوا بعدها بقى سؤال غريب في المشي. سالت واحده من كذا سنه، السؤال على فكره انتصر بس ممكن قالت لها ايه هو الغوريلا جيت؟ مشية الغوريلا. قال لي دي مشية الغوريلا. طبعا انتوا غوريلا فين في الكتاب؟ يا جماعه الباركنسونيز هو الغوريلا. عارفين حيوان الغوريلا؟ يا جماعه الغوريلا بتبقى اصلا رقبتها متنيه وبتبقى ماشيه بالطريقه دي. يبقى الغوريلا جيت تساوي شكل الجيت تساوي باركنسونيز. دي اسئله بتسالها. سؤال تاني غريب بتسالها. بصوا بقى ركزوا بقى معايا، اسئله غريبه كتير. يا ترى الجيت الجاي بيراميدال ولا اكسترا بيراميدال؟ هتقولوا ده سؤال تافه. فكروا البيزا الجاي بيراميدال ولا اكسترا بيراميدال ولا الاثنين؟ ها؟ طبعا هتقولوا ايه ده؟ بصوا الاجابه اللي هي عايزاها بيزا الجانبيه اناتوميكال هي اكسترا بيراميدال. اناتومي بيقولوا كده. فيسيولوجيكال هي جزء من البيراميدال سيستم. اناتوميكال هي اكسترا بيراميدال. فيسيولوجيكال هي جزء من البيراميدال. على فكره الكلام ده كان في كتابها اللي ما بقاش بيتباع نظرا لظروفكم الصعبه. كتابها تعالى انا هاخد صور لكتاب وهنزل لكم صور الحاجات دي على الجروب بحيث انت بقى يكون عندك نسخه الحته دي قريتها في كتابها. ويا سلام بقى لو انت تطبع الورده وتدخلها الامتحان بورقه تبقى صور معاك نسخ من الكلام هتنبسط جدا ان الكلام ده الكتاب ده ما ينفعش كان من زمان. وبتسال كمان سؤال غريب في الجيب. اكتبوا يا جماعه احنا قاعدين مع بعض بقى الاسئله الغريبه. عندك كام جزء في السيرفيلانس؟ ثلاث اجزاء. انت هتلاقي ببراءه في درانكن جيت صح؟ ده الحاجه الوحيده اللي شفتها في الكتاب ومفيش غيرها. تقول لك لا انا عايزه مع كل جزء من اجزاء السيرفيلانس تحدد لي الابنورمال جيت. يا جماعه السؤال ده انا
اجابته مع كل البوزيشن اللي دخلتكم على الجروب وقلت لكم مفاجاه يوم السبت بعد رجوعكم للقص الناس قالت الجد رجوع للقص يعني هيعمل ايه يعني؟ الاسئله الغريبه دي باجاباتها بصورها الكلام ده يا جماعه مش هتشوفه اي حته واول مره تسمعوه الابلور مليت مع كل قص خدوا سؤال غريب كمان بصوا بقى سؤال غريب كمان السؤال ده على فكره احنا قربنا خالص القصي كقصي عبيط بس انا يهمني الجزء بتاع العمل لان ده اللي فيه مختلف كل بصوا بقى ايه علاقه الانسان بالايس كريم؟ ايه علاقتك بالايس كريم؟ السؤال انت كانسان ايس كريم هقول لك ده ازاي بصوا بقى عارفين يا جماعه مركز الجاذبيه سنتر جرافيتي مش بيبقى حوالين رجلك دكتوره شاديه ايه اللي جاب السيره؟ هقول لكم السيناريو الان ازاي واحد استعرضه في سنه ثالثه هيكون بالاسامي وعارفها وهتبقى هي اللي قالت السؤال خرجت من الامتحان قدمت الخالص دكتور واحنا بتعمل ايس كريم قلت لها ايس كريم ايه؟ قالت لي انا هسالك السؤال ده يا دكتور ولو عرفته بجد تبقى رائع يعني انا مش هعرفه بس قول لي اللي ما مش هعرف من اساس الاخبار مهما عملت مش هعرف اللي جاب السيره ايه؟ بصوا بقى اللي جاب السيره قالت لها ديستيريو سيلاندا دوره ايه؟ فالبنت قالت لها اكوليبريا صح ولا لا؟ حلو قام راحت الدكتوره شاديه سالت السؤال اللي بعده طب لو الديستيريو سيلاندا باظ يحصل لك ايه؟ قالت لها ترانكال اتاكسيا عارفين الترانك ده بقى الجزء معروف موجوده في الورق بس والكتاب قالت لها يعني معنى الكلام ده ان الترنك بتاعك هيميل قالت لها ايوه لها ده اسمه ايه؟ لا معرفش قالت لها اسمه باثولوجيكال سوينجينج فقالت لها في فرق ما بين ان الترنك يميل فيسيولوجيكال ويميل باثولوجيكال يعني ايه يميل فيسيولوجيكال؟ وانت راكب اتوبيس او ميني باص في الماسوره دي مش انت بتمسك ايدك فيها بيحصل ايه في الترنك بتاعك؟ يا جماعه منين؟ ما كنتوش باص قبل كده؟ باص بيترو اي حاجه تلاقي الترنك بتاعك مال قالت لها ايه الفرق بقى بين فيسيولوجيكال وباثولوجيكال سوينج؟ اكتبوا السؤال ده واقول لكم دي احنا بتعمل ايس كريم كلام صح بصوا بقى الفكره الانسان الطبيعي نورمال في يا جماعه خط مالي خط مالي هينزل من كتفك اليمين للارض وخط مالي من كتفك الشمال للارض يعني وانا واقف اهو في عندي خط مالي من الرايت شولدر والليفت شولدر للسنتر اوف جرافيتي لو انت شفت الخط المالي الشمال واليمين وانا في النص كانه ايس كريم وانا البوله بتاعها عارفين الفكره؟ هو مش الايس كريم كده يا جماعه ولا لا؟ عارفين الايس كريم؟ الايس كريم اهو في النص فيه بوله فهي شرحتها قالت لها الانجل اللي هتبقى موجوده دي انت في النص قالت لها انت مسموح لك ان جزعك يبتدي بدرجه معينه في بين الخطين الميلين لو جزعك مال قوي وخرج بره الخط المالي ده ده اسمه باثولوجيكال سوينجينج فهي شرحت لها فكره الايس كريم قالت لها في الاخر يا رضوى انت كون ايس كريم قالت لها معقوله حلو البنت طبعا كانت وهي خارجه كانت بتضحك صراحه بعد كده عيطت ما استحملتش فدي الاسئله الجميله الجميله ده بقى ايه؟ ده صورة مين؟ بايسبس ريفلكس البايسبس معروف في الموتور قاعده مش احنا قلنا قواعد السنسوري قواعد الموتور الاسري اللي هتجيبها سنتر اوف ريفلكس بتجيبها كل سنه البايسبس سي كام؟ 5 و6 الترايسبس 6 و7 طب والني كام؟ تمام طب والانكل كام؟ اس 1 و 2 السنتر لاي ريفلكس
صورة هتجيب غصن. احنا ما يهمناش غصن وبس، العمل يا دكتورة شادي. انت لما تيجي تضرب على صباعك، ايه الشروط اللي لازم تحصل عشان تبقى الريفلكس ده صح؟ مش السكشن قالوا لكم هتضرب على صباعك؟ هي مش بتسألك تضرب على صباعك ازاي، هي بتسألك ايه شروط الضربة الصح. اكتبوا بقى معايا شروط الضربة الصح. خمسة اس، خمس كلمات يبدأوا بحرف الاس. انا عارف ان انا بقوله ده مش كده، وانا عارف ان انتم متضايقين، بس يا جماعه ده الواقع. خمس كلمات تبتدي بحرف مين؟ الاس. والكلام ده هي بتساله اول اس صادم. لازم الضربه تبقى مفاجاه ولا لا؟ ينفع اجيب الهمر واقربه من صباعي وافضل اضرب باستمرار؟ يا جماعه لا، ده شغل نجار بيدق مسمار. لازم الضربه تبقى صادم. تاني اس سنجل، يعني ايه؟ واحد، هتعدوا معايا، اس صادم، اس سنجل، تالت اس سترايك اللي هي اديها خطه، رابع اس سترونج، سترونج لازم الخطه توجع صباعك، وهتسالك ده في العمل، صباعك وجعك ولا لا؟ اوعى تقول لها ما وجعنيش، يبقى انت مش فاهم حاجه. ليه مش فاهم؟ لان البايسبس ريفلكس اساسا ما بيظهرش قوي، عملتوه في السكشن بلاش صح؟ لازم يا جماعه عشان يظهر صباعك يوجعك، لازم تتقلب الخطه توجعك قوي، يبقى لازم تبقى سترونج. خامس اس لازم ايد العيان تبقى ايه؟ سيمي فلاكسد، زي ما انتم شايفينها كده، سيمي فلاكسد، ما يبقاش متني قوي او فارق قوي. في اي صوره؟ نقولها تاني، اول حاجه صادم، والثانيه ستيم، والثالثه سترايك، والرابعه سترونج. سترايك يعني خطه، اس تي ار اي اي، ده خطه سترايك. صادم سينجل سترايك سترونج سيمي فلاكس. نيجي بقى للحته الرخمه، لو زميلك بيبص عليك وانت بتعمل التجربه، انت عايز تشتت انتباهه تخليه يعمل ايه؟ هي بتسالك يجز على اسنانه، كان ايه اسم الطريقه دي؟ جندراسك مانوفر، ايه السؤال اللي وراه؟ والجندراسك مانوفر يتشال على اي تكس؟ اكتبوا معايا جندراسك مانوفر، انا عايز اسم التراك بتاعه، اسم التراك بتاعه. تعالوا نفكر، مين اللي بيخليك تجس؟ الكورتكس بعد منين؟ مين النيرف اللي بيخليك تجس على اسنانك؟ اسهلها لك، ترانشينا. ويبقى انت هتقول لها كورتيكو ايه؟ بلبر تراك، حته انابي. وهي هتقول لك انا مش عارف انابي، ما هي بتعتبرها ان الاثنين مع بعض. كورتيكو ايه؟ بلبر. في حاجه ثانيه بتضايقها نفسيا، وانت هتضرب بالهامر على صباعك، مش انت خلاص هتعمل تيست تطلب من العيان يستمر في الجز على اسنانه ولا خلاص؟ خلاص، يعني وانت خلاص هتضرب، قول لها حضرتك انا هطلب منه يبطل جز، لان خلاص انا شكيت انتباه البرين. دي كلاسيكيات هي بتحبها، وعندها سؤال في الاداب دي انا ما اعرفش اجابته. طول البايسبس تندو كام؟ سنتي. تفكيرها طول البايسبس تندو كام سنتي؟ يا جماعه الكلام ده والله سالته، طوله كام؟ وفي سؤال تاني رخم كانت بتساله بس مكتوب في العمل، المسافه بين الهامر والتندو كام؟ 10 سنتي. يعني انت بترجع رزق ايدك لورا، عارفين؟ بحيث يبقى المسافه 10 سم. كل دي حاجات مهمه جدا جدا في التجربه. في سؤال تاني على التجربه دي، سؤال بايسبس ريفلكس،
لما عملت التجربه في زميلك في البال كانت تحت ولا فوق؟ يعني شو عامل ايده سيني فلكسنت؟ البال كان نازل لتحت ولا كان لفوق؟ يا جماعه قولوا حاجه تحت ولا فوق؟ لتحت. لتحت ايه؟ سألت انت ليه وزميلك عامل الريفلكس ده ليه خليت البال بتاعه تحت؟ تروح عايزه كلها الاجابه اصل البالسس بيعمل سوبايليشن فانا حطيت البال في وضع البروليشن. الله عليك. ايه الاسئله الحلوه دي؟ اسئله يا جماعه عبث، اسئله يا عبث. وتفضل وراه. وميزه الدكتوره شاديه شخصيه هاديه قوي، هتقول لها مش عارف تيجي نفكر مع بعض وتبتسم تعالى مع بعض. لا لا انت عارف في سيلف كونفدنس هتلاقيها كتير، بتبقى انت جواك متوتر كونفدنت عليا مش كونفدنت ابو على حاجه هي ليها طريقه معينه لازم تعرف معاها الموتور صم لان ما بتسالش غير فيه. بص بقى اللي بعده، نيجي للي بعده. طبعا في ترايسكس ريفلكس اللي هو العادي. دكتورة بقى كان ليها أسئلة على الترايسكس، ليه مش هقول دكتورة بقى؟ لأنها مش هتبني السلام دي، فأنا بالتالي مش هقول الأسئلة اللي كانت بتقولها. يا جماعة أنتوا المفروض تحمدوا ربنا إن في كمان في أستاذ توفى كان عليه شوية أسئلة. احمدوا ربنا بجد. دي بقى سورة مين؟ لو جت في الامتحان عارفين البرنسكي؟ بعمل سكراش منين؟ من اللاترال سايد سول اوف ذا فود لغايه جوه. قولوا معايا يحصل ايه في النورمال في البيك تو؟ دورزي فليكشن. لا مانجر فليكشن. ويحصل ايه في الاربع صوابع؟ طيب امتى البرنسكي ساين يبقى بوزيتيف والانسان ده طبيعي؟ امتى اقل من سنه؟ دي الاسئله العاديه بقى. ولو في ديب كوما او سليم دي يا جماعه جابتها الدكتوره فاتت دي والسنه اللي فاتت البابينسكي جابت الرسمه دي وسالت عليها البوزيتيف البابينسكي والنورمال ريفلكس بيحصل ازاي؟ على فكره دي نقطه قبل ما انسى، دكتور هاني ايوب بيسال في الكلونس ويقول لك اعملها. طبعا بيقول للولاد بس، البنات ما تزعلش. البنات مش هتضرب منهم كلونس. سالها في مره يا ابني اعمل لي انكل كلونس. عارفين انكل كلونس دي؟ لازم العيان ينام صح؟ قال له عادي خلي سنينك ينام. نام طبعا جبناه من سرير معفن بوليس معفن ما اتمسحش بقاله 10 سنين. ولاد بقى الولاد بيبقى ايه هيتنام نام والتاني رفع رجله عارفين بيده الشمال عارفين وجاب الصور وسابوه فاكرين الكلام ده؟ وقام راح مرجع مشط رجله لورا وفضل الفاس فبيسال في الكلونس والميكانيزم بتاعها. خلي بالكم الحته دي مهمه. نيجي بقى للي بعدها دي برضه نفس الفكره. ايه دي؟ ماشي فين؟ الباركنسونيزم اللي هي الشافلنج. السنه اللي فاتت دكتوره فاتت جابت الرسمه جابت الراجل ده، الراجل ده اشهر من نار على العالم في اليوتيوب، شوفوه. الراجل ده عامل مجموعه تستات رائعه وممثل الابنورمال جيت بشكل خرافي. قالت ايه بقى في الرسمه؟ قالت شكلنج جيت ان ذيس فوتو از ا ريجن ان وده اختيارات. يا ترى نيكروس ترايتال ولا ريجن في النوكسس بلدس عارفين الحته بتاعت الجزر الجنبيه؟ مين اللي باص؟ سبستانشيا نيجرا فهي اصلها الحته دي فجابتها السنه اللي فاتت. دي بقى تستنتون ولا باور؟ باور ده العادي. بالمناسبه بتيجي في الباور وفي التون بتتك على حته في الاسطى الابر موتور نيورون ليجن امتى يبقى في هارد موتور يعني؟ يا ترى في سباينال شوك ولا ستيج اوف ريكفري؟ سباينال شوك مش هتجيبها لك في الاختيارات، هتجيب لك اكيوت ابر موتور نيورون ليجن. الاكيوت رمز لل سباينال شوك.
يا جماعة دي حالات بتتسين ولا مهمة. نيجي بقى دي ده finger to ايه؟ finger to finger. finger to finger دكتورة شادية بتسأل لو حصل ليجن يبقى في أي جزء؟ نفترض إن أنا صباعي ما جاش على صباع الدكتور، جه فوقه، جه تحته، معنى كده إن أنا ما عنديش damping function. يبقى مين اللي باظ عندك؟ spinal cord. وفي سؤال مشهور ليها، أنا عايزة تيست لكل جزء من أجزاء السيرير. فيستيبيولو سيريلوم سباينو وبانيو. هبكتب لكم الاسئله دي بالاجابات مش عشان الوقت. نيجي بقى للي بعدها. اللي بعدها عادي جدا ده ايه؟ هيل تو جين او تو مي بيست. الهيل تو مي بيست ده مهم جدا. لو العيان ما قدرش يجيب كعب رجله على قصبة الرجل التانية يبقى عنده ليجن في ايه؟ تمام. نيجي بقى كده احنا قلنا السيريلم والطوم والباور كرينيال نيرف. لو عيان مغمض عينيه ومقرب له حاجه يشمها انا بعمل تست لاني كرينيال نيرف اولفاكت في الاولفاكتوري نيرف. عشان خاطر دكتور شكري بيسال في الاولفاكتوري باس واي في امتحان العقل. انا زمان كنت بقول للناس يا جماعه مش مهم السمات، في السمات صح مش مهم، هو بيسال فيه في العقل لانه عايز الناس بتطنش. الطلبه عندها حاجات كلاسيكيه كده، يمسك السبيشال سنس، يقرا لايت ريفلكس، نير فيجن، فيجوال باسوي، مفيش واحد في الدفعه ما عرفهاش. يجي عند الهيرنج يقرا الميكانيزم اوف هيرنج، بعد كده يرمي السبيشال سنس. هو بقى بيسال في السمال باسوي. يا جماعه الكلام ده مهم جدا. نيجي بقى للي بعدها دي. بعمل تيست لاي كرينيال نيرف. اغمض عين العيان واقول له خلي بالك صباعي بيتحرك فين؟ كده ميديال ريكتس. طب وكده؟ لا ده. طب لتحت ولجوه؟ سوبيريور اوبليك. لفوق والجوه انفيريور اوبليك. انا كده هنا بعمل اكزامينيشن لمين في العيان ده؟ لللاترال ريكتس ولا للميديال؟ ها هو جاي صباعه منين؟ من بره. جاي من بره وهيشوف من بره وهيدخله ناحيه جوه. انا بختبر الميديال ريكتس. سؤال بيسالوه في التجربه دي اسم التست ايه؟ لا بصوا يا جماعه بصوا على الحركه، انا هجيب صباعي او القلم احرك يمين وشمال فوق وتحت كاني بعمل حرف اتش. اكتبوا اسم التست. اتش تست. ايوه لا مش على الفيوزنت على الاكسترا اوكي والمصر ككل يا جماعه. لا الاسم ده مش اتش تيست، انا بتكلم عن عمل جنرال لا اللي هو كده مش انا بحركه ميديال ثم لا كاني بعمل الخط بتاع الاتش اطلع فوق وانزل تحت. اتش تيست او الاسم التاني فينجر فولو تيست. فينجر فولو انا عايز اريحكم في حاجه، كتاب العمل اللي معاكم ده اخر وصفي. اما في الدكاتره الكبار لا يعترفون بكده لان هو اساسا بيسالوا حاجات كتير غلط، يبقى اسمه اتش او فينجر فولو تيست. كده في اي صعوبه؟ دكتور عفاف اسمه ايه؟ بيبقى هيكون مكتوب لك عرفي الهيدنج بتاع السؤال ان ذا دكتور موفز ذا فينجر فروم كذا تو كذا، فبرضه بيسالها كسؤال اصح لان الصوره دي ثابته لو فيديو اتبان فانا لازم اكون قايلها لك. في نقطه مهمه الدكتوره اسمها عفاف تسالك في سؤال ما يخطرش على بالك. مش احنا بنحرك العين في ست اتجاهات؟ تقول لك انا عايز تقول لي الاي موفمنتس ايه هم؟ اي موفمنتس في حته في كتاب الهاير فانكشن حاجه اسمها ستاتيك موفمنت. عارف لما تيجي تقرا بسرعه لما عينك تتحرك
كتيرة مش انت بتحرك الآلة في 6 جيجاهرتز، فأنا بسألك حركات العين مختلفة ايه؟ وفجأة تلاقي نفسك داخل خالص. يعني هي قصة عندنا متشعبة. نيجي بقى للرسمة اللي بعدها. دي ايه؟ رسمة القطة. كورنيا ريفلكس. بختبر في الكورنيا ريفلكس كام نيرف؟ اتنين، 5 و7. 5 افرن، 7 افرن. حلو الكلام؟ يجي بقى دكتور شكري يسأل في الحتة دي. انت يا ابني عملت تيست بكام نيرف؟ تقول له 2. السؤال اللي وراه قول لي على التستات التانية اللي اكزامين فيها 2 نيرف. اكتبوها. اذر تيست اكزامين 2 نيرف غير الكورنيا ريفلكس. في واحد خدته السنة دي. جاك ريفلكس. فاكرين الجاك فكرته ايه؟ كنا بنجيب معلقة خشب ونضغط على الباك اوف ذا تانك. باك اوف ذا تانك. كنت انا بختبر رقم كام؟ يا جماعه 9 نص فرنجل. العيان ده بيجيله شعور انه عايز يرجع، يبقى باك هي النت رقم 10. يبقى الجاك ريفلكس بتختبر 9 و10. يا جماعه دي اسئله بتتسال. هما فاكرين المشكله عندنا في اسم ايه؟ كل واحد فاكر ان التاني قالها، يعني الدكتور فاكر ان الناس استكشف قالتها، والناس اللي في استكشف فاكره ان المحاضرات قالوها، وفكرت ان يضيع دمهم بين القضايا. لان في النهايه ما حدش قالها. يعني هي دي اسئله بتتسال. طب والرسمه اللي فوق؟ لا مش تيكو جاز. اللي هي الشوشر مضرب على صباعي. والبق اللي يبقى مفتوح نص فتحه. في الطبيعي في حاجه بتحصل؟ لا. طب لو بقه قفل قوي بيبقى ايه؟ ابر موتور نيورون ليجن. نيجي بقى اللي بعدها. مش دي هجيب لكم اللي هي بتكررها كتير. اللي بتكررها كتير ماشي جدا. دي رسم مين؟ العيان ده مغمض عين والعين التانية حاول يغمض وما عرفش. يبقى لا ابر موتور ولا لور موتور او ذا فيشا نيرف. ده لور موتور. لان لو كان ابر موتور كان عامل ايه؟ غمض عينيه الاثنين. انا لو ابر موتور امثلها له كده. فدي تيجي كل سنه قلت له فاتي انت وقعت لا ابر ولا لور. رايت كورتكس ولا ليفت؟ الرسمه دي ما بتجيبهاش. هتجيب لك رسمه واحد زنجي واكتبوها. هي بتبقى كل سنه ما عندهاش غير راجل زنجي بدقن، والراجل ده هيبقى وضعه كده. بصوا بقى دي مفتوحه ولا لا؟ ودي مقفوله. لا هي كده. ليه كده؟ اصل البق اللي اتشد للناحيه ايه؟ السليمة. دي سليمة ودي قفلت، فالنص اليمين بتاعي سليم، لكن مين اللي باص؟ اون ذا سيم سايت. يا جماعة كل سنة الرسمة دي بتجيبها في الفيشة. كل سنة قالت بغير. السنة اللي فاتت عملت ايه بقى؟ جابت صورة واحد بيلس على سنانه والدكتور بيحس بتمبرايز. يا قالت اكزامين وتلات اختيارات. انهي من الميرف؟ ترايجينال، لان تيمبورال سباي باي ترايجينال الميرف. دول اهم الحاجات المهمه. دي كمان جابتها. ده مين؟ ده دكتور ريكس. جابت صوره اليوجيولا. في اليوجيولا سباي كونفيجس وجابت لك اليوجيولا ديفييتد لنحيه وقالت الليجن يبقى في انهي عصب؟ فيجاس نير. طبعا الرسمه دي عليا بس جايب رسمه ثانيه على دي. نيجي بقى لاخر حاجه هنخلص سبيشال سنس. ده ايه؟ هنا بقى في الهايبرفيس دكتور شكري يختلف عن بقيه الاساس سيرفيس. اكتبوا بقى معايا دكتور. ودي نقطه هو مقتنع بيها. انا النهارده جاي اقول هم عاوزين ايه؟ مش انا وانتم نعرف ايه؟ العبره يا جماعه بالدرجات.
في كتاب الالات العلاجيه وقالوا كده في المحاضره دكتور شكري مقتنع اقتناع تام ان السنتر انجر بست مان ليكوز. هو مقتنع بكده. السنتر بتاع الريفلكس ده انا بتكلم في الامتحان العملي مش الوسطي. اي دبليو اف ما تتنعش معايا هي كده. مقتنع بحاجه تانيه. وتبصوا على الرسمه دي قولوا لي ايه الفرق بيننا وبين السكشن. قالوا لكم في السكشن كان دي قالوا نظريه من الجنب صح ولا لا؟ ولازم العيان يعمل ايه؟ يحط ايده في النص بحيث ان العين دي تبقى ستيميوليتد والثانيه نوت ستيميوليتد. دكتور شكري معترض على وضع الايد اساسا. اكتبه معاه ما تخليش زميلك تحط ايدك، انت هتقول زميلك هو بيتفرج عليك. ما تقولوش حط ايدك في النص زي الحيطه او كده، ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ النوز دي اصلا اناتوميكال سيبتم ولا لا؟ هل النوز تقدر الضوء يعدي من خلالها للناحيه الثانيه؟ مش ممكن، ده مش منخل. فاوعى تعمل كده. انا لما كنت في سنكم دخلت الدكتور شكري ده يعني خبرات زمان قالوا لي اوعى معاه تعمل كذا زي ما صاحبي ما بقولها لكم. فدخلت له قال لي تعرف تعمل دايركت اكس؟ قلت له اه. جبت الترش وعملت وما قلتش لزميلي وقتها ان يحط ايده في النص. زميلي ما كانش داخل الحكايه. قال لي يا محمد ايه ده انت ناسي حاجه مهمه. طبعا وشوشت بس صوته عيني. تقول ايه اللي انا نسيه يعني؟ انت نسيت تقول لي شوف الخناق قدام الدكتور نسيت ان انت تقول لي ان انا احط ايدي في النص. الدكتور شكري وشه احمر وراجل استاذ عبقري ميزه. قال لي هتسمع كلامه؟ قلت له حضرتك هو مش فاهم حاجه. اصل النص انا دوبي كانت ثقه. قال لي هو مين اللي قال الكلام ده؟ واحد قاله على حضرتك من المعيدين. قال لي بجد انت شاطر جدا، انت بتاع الاول واحد قال المعلومه دي. قلت له احنا بنتعلم منكم وكان نفسي في حضرتك من زمان. ما تسالنيش تاني. يا جماعه فيها نص نص مش حته. لما طفل اللي قدامك هتلاقي معنوياته عليك. لما تعلم ما تسالش. بجد هي كده فيها جزء نفسي. فالراجل ما تسالنيش تاني خالص. زميلي ما اضطرش، ليه ما اضطرش؟ زميلي في الحالة دي هو تايتو ولا بيشنت؟ بس طبعا الدكتور خد عنه فكرة إنه مش فاهم حاجة. فطبعا خرج. دكتور شكري ليه حتت معينة وعلى فكرة بيسأل فيها. نيجي بقى للي بعدها. دي بتيجي كل سنة. اكتبوا دي كل سنة، دي جاية جاية يوم السبت. يا جماعة الناس ما دي لو مالكش أنا ما أعرفش حاجة. عارفين الفيجوال باسوير عادي؟ هنجيب فيجوال باسوير وتحط علامه اكس على واحده من التراكس. لو انا حطيتها عند اوضه الكياسما في السنتر يبقى عنده بايلين. طبعا هتقول ما هو الرسمه دي ممكن تيجي ممكن او ممكن لا. بس هي الدكتوره شادي قلت لها قصدي تاني تحط اكس وتقول لك ليجن ان ذيس اريا جوز. انت حافظها اصلا بايزر وبايتمبر. بالمناسبة بيسألوا في العمل في الكوادرانتانوبيا. عارفين الكوادرانتانوبيا ربع الفيلد يضيع. يسألوا فيها ازاي؟ امتى يبقى سوبيريور وامتى يبقى انفيريور كوادرانتانوبيا؟ اعتقد خدتوها على في واحدة تمبرال باين وواحدة طبيعية. يعني ده قالته. مين بقى بيسأل دي؟ دكتورة هدى. دكتورة هدى دي مين؟ عارفين انتوا هدى دكتورة فين؟ يا جماعة رئيس القسم امشي كده هتلاقي في أوضة مفتوحة على طول اللي احنا بنقعد فيها. سيبها. الأوضة اللي قبل دكتور شكري. لا هي دي. الأوضة دي قاعد فيها تلاتة. دكتورة شادية، دكتورة هدى، دكتورة عزيزة. دكتورة هدى سبيشال سينس حتى الوقاعة. دكتورة شادية هتكسرك موتو. دكتورة عزيزة أي حاجة. أي حاجة بس على فكرة دكتورة عزيزة هي أقرب
واحده فيهم وتلقب باسم ضرر بلاشوي، يعني فيها اسم شهره كده دكتور عزيزه اقول له ايه اللذيذه. هي انسانه غريبه جدا ورايقه اي حاجه كده شاطر جدا حتى على حاجه ثانيه سيكشن، يعني الامه دي فيها فرايتي من البشر. المهم دكتوره على فكره هدى بتسال سؤال عارفين ماي بيزس، بيقول لك ايه الفرق بين الاكتف اند الباسف ماي بيزس. يعني ايه اكتف ماي بيزس؟ يعني حاجه وسعت البيوبل ستايل ادرينالين. الاكتف يعني انا شغال في البيوبيلو دايريت، لكن الباسف ماي بيزس عارفين الاطروبين بتاع سنه اولى كان بيوسع البيوبل دايت؟ لا، كان بيشتغل عكس الاسيتايل كولين، فبقى اطروبين از باسف ماي بيزس، لكن الادرينالين از اكتف ماي بيزس. كان الكلام ده بيقول في محاضراتها زمان. بصوا بقى نيجي للي بعدها، ده مين؟ البريميتر. البريميتر سهل قوي، بيستخدم في قياس الفيجوال فيلد. هتتسأل على الابر لور نيزل تمبر، عارفين الاطفال اللي يهمنا بقى سؤال دكتور نبيل، لو ما عندكش بريميتر وعايز تشوف الفيجوال فيلد تشوفه بانهي اسم؟ حلو سؤال، What is the importance of confrontation test؟ ايه اهميه الكونفرونتيشن؟ ان انا اقعد على بعد متر من العيان، عارفين؟ انا اغمض عين هو يغمض عين واحرك صباعي، لازم انا وهما نشوف نفس الوقت. ايه اهميه التست؟ الاجابه اللي هو عاوزها. It is a big sight test. يعني ايه big sight؟ جنب سرير العيان تقدر تعمل الاختبار ده. بيت سايت يا جماعه ده السؤال اللي بيساله. وعنده سؤال تاني غريب تقليدي كل اللي سأل. للاسف لو في معانا ناس بطيل الاعاده اكيد سمعوا. في ناس على فكره بتقعد تعيد كذا مره بسبب العالم دي. الانسان الاعمى عنده اكوموديشن ولا لا؟ بيسالها كل سنه. Is there accommodation in blind person ولا لا؟ فكر عنده accommodation ولا ما عندوش؟ البلايند الاعمى في ولا ما فيش؟ عنده accommodation. اذكر يا جماعه كل دي اسئله بتاعتين مستبدل على العمر. ارجع تلاقي هتشوف الاسئله الغريبه فيها سؤال مكرر كل سنه، عنده ولا ما عندوش؟ بص بقى نيجي لدي، ده مين؟ ده الكونفرونتيشن تيست. ده الكونفرونتيشن تيست العادي. نيجي بقى للي بعدها، ده ايه ده؟ كل سنه الدكتوره فاجل بتجيبه، ده اسمه لندن شارت، عارفين اللي هو العلامات. دكتور شكري عنده سؤال في لندن شارت في العمل رائع. لو جبت راجل عجوز 60 سنه قعدته عند فوق الدكتور الرمر عند العلامات يفرق عن شاب صغير في الفيجوال اكيوتي؟ مش ده فيجوال اكيوتي؟ الراجل الكبير يفرق عن الشاب ولا ما يفرقش؟ ها؟ قولوا حاجه واحده، يفرق ولا لا؟ الإجابة لا، لأن الفيجوال أكيوتي أنا بقعده على بعد 6 متر. يا جماعة مش المسافة بتاعت الأوضة 3 متر والمراية عاملة مكاس كمان 3، كأنه قاعد على بعد قد اللوحة 6، هتكون 6 على 6 6 على 18. في ال 6 متر بيستخدم نير فيجن ولا فار فيجن؟ فار. مشكلة الأولد بيرسون في النير ولا الفار؟ في النير. وانا مقعده حاجه تختبر الفار، يبقى اذا اولد ايج ما يفرقش في التست عن اليونج ايج. يبقى تجربه الفيجوال اكيوتي يونج اند اولد ار ذا سيم. بالمناسبه
لو انا راجل كبير في السن عندي حاجه اسمها بريس بايوبيا، سمعت عنها؟ اذا قلت له بريس بايوبيا، السؤال اللي وراه ايه الفرق بينه وبين بريس بايكوزيس؟ بريس بايكوزيس هو فقدان الالاستيسيتي اوف تيمبانيك ميمبرين. عارفين طبقة الوين الشيء الاستيسيتي؟ يا جماعة بيجي هما بيلعبوا على لعبة الشيء المسكر. أنا فيها كلمة بريس. بريس بايوبيا وراها بايكوز. إيه الفرق بين الاثنين؟ وده السؤال اللي بيسأله كتير. نيجي بقى لدي. طبعا انتوا عارفين ده ايه؟ ده اوكسان مسكوت. طبعا الاوكسان مسكوت كنتوا بتعملوها في السيشن اضل من الاوضه والمفروض احط في العيان في عينيه ارض ايه؟ ما كناش بنعمل كده في السيشن. ونيجي نجيب اللي هو جهاز الاوكسان مسكوت نقربه من عين العيان لغايه ما المسافه تبقى كام؟ سنتي لاثنين سنتي. والزع جنب العيان كنت بشوف ايه؟ ريت ريفلكس. كنت بشوف حاجه ثانيه؟ لو فرضنا ان الظروف متوفره هنشوف ايه بقى؟ هنشوف حاجه اسمها فيجوال فير. اكتبوا من الصوره دي في كل زمن. عارفين رسمه الاوبتيك ديسك والاوبتيك كاب؟ بنحكمها جابتها السنه اللي فاتت. جابت دايره كبيره جواها دايره اصغر. الدايره الكبيره اسمها اوبتيك ايه؟ ديسك. والدايره اللي في النص اسمها اوبتيك كاب. فاكرين يا جماعه مين اللي كان على التمبورال سايد اوريدن؟ الماكله. ومين اللي كان على الليزر سايد؟ اوبتيك ديسك. المقارنه بين الريتينال ارتري والريتينال فين عشان خاطري تذاكروها من كتاب العمل. المقارنه دي هتيجي اوسكار جابتها السنه اللي فاتت. جاب نفسه الفانتس عارفين اللي هي الدايره العاديه وراحت مشاوره لك على اوبتيك ديسك وقالت لك في الاسئله الار ده بيمثل ايه؟ قلناها ديسك. السؤال اللي وراه امتى الكب يكون كبير؟ عارفين الجلوكوما لو الكب كبر يبقى وايدنج يبقى جلوكوما. نيجي بقى لاخر حاجات ده ايه؟ ده الاشهاره ديسك. بيختبر الكلر فيجن اشهاره. الاشهاره ده هيسالك في الكلر فيجن عن السيوري ازاي بتشوف الوان. في حاجه اسمها نيرفس سيوري او نيورال سيوري وحاجه اسمها يونغ هيل هولز سيوري. ده يا جماعه الكلر فيجن هتتسال ايه بقى كده في القصه دي؟ ايه الفرق بين كلمه انومالي وانوبيا؟ انومالي معناه ان انا ما بشوفش في اللون، قصدي عندي ضعف في اللون، اشوفه بس مش قوي. طب وانومالي؟ عارفين الفرق بين كلمه بروت وتيوتر وتريت؟ بروت يعني ايه؟ تمام. تيوتر يعني اخضر. تريت يعني اسود. فهجيب لك في الاختيارات بقى تريت انومالي، تريت انوبيا، وفي الاول تقول لك نو كلر. فلازم تكون عارف الاسم اللاتيني بتاع الالوان، ده مهم جدا. في دكتور عندنا اسمه احمد كامل، راجل رائع، بس ليه سؤال مشهور في الكلر فيجن. ايه الفرق ما بين، على فكره ده بيصفي ربع ساعه. ايه الفرق ما بين ان انا اعمل ميكسنج لالوان الميه، ان انا اعمل الوان ميه على بعض اقلبهم، وميكسنج اوف لايت ريز. عارفين هو الوان الطيف؟ لو انا هجيب مثلا بالريشه بتاعتي لون اصفر مع لون ازرق هيوصل لي لون تالت، صح؟ اما لو انا عملت ميكس باللايت ريز الاصفر مع الازرق في كومبلمنتري كلر ممكن يوصل لي الى الوايت سنسيشن. يا جماعه في اللايت ريز او الفيزيبل سبيكترم ممكن توصل الى الوايت كلر. اما الوان الميه، الوان الميه حط لونين مع بعض عمرك ما هتجيب لون ابيض. السؤال ده بيساله كل سنه. الفرق في الميكسنج
بيسألوا فيها. نيجي بقى لآخر حاجات دينا قصدي عليها. هي كنت حضرتك هو شايفين دي؟ شايفين الدايرة الصفرة بتاع الصفرة؟ الصفرة دي في حواليها من بره في دايرة بس مش بايظة. هنا ده الديسك مضغط وده مين؟ ده الفين. الفين بيبقى تخين غالب والقرصي رفيع وفاتح. دكتورة فاتن بقى تجيب لك الرسمة دي وتجيب لك الأرض على واحد من دول وتقول لك ده بيمثل ايه. نيجي بقى لآخر حاجة في العمل هيرنج. دي تقول لك مين؟ هيرنج ايه؟ حضر الشوكة وحطها على المسؤولية. بعد ما العيان يقول لي خلاص لسانة أجيلها قصاد الوقت. اسمعوا بقى الأسئلة العجيبة دكتور شكري. لما تيجي تنقل الشوكة قصاد وقت العيان مش ده يبقى ايه الكونكشن؟ هتقول له اه. هيقول لك الشوكة دي لما تتحط ما ليلة بزاوية قد ايه؟ جنب الودن. خمسة واربعين دي 45 ثانية. لا هو مش قصده 45 ثانية. عايز الانجل الزاوية اللي هحط بيها الشوكة. شايف عملنا مايلة بزاوية قد ايه؟ بصراحة أنا ما أعرفش إيه الإجابة. 45 درجة. أنا بس إيه؟ السؤال ده هو سأل السنة اللي فاتت. هتنيل التيونينج فور بانجل قد ايه؟ سأل سؤال مهم بقى. البون كونتكشن أحسن ولا إيه كونتكشن؟ أحسن البون كم مرة؟ 22 مرة. في الكلام ده؟ الكلام ده بيعرض النظر. الإير أحسن من البون 22 مرة. موجودة في الكتاب السبب. موجودة السبب. لما أنت هتخلص من الأسئلة العادية دي هتاخد السؤال بقى جميل من الدكتورة شادية. سأل السؤال في الحتة دي. مش دي دكتور الكيميك؟ قالوا لها اه. قال لك طيب قول لي الأوديتوري أسوشيشن كورتكس رقمه كام؟ ايه يا رقم كام؟ 22. انتوا سمعتوها فين؟ سمعت المعلومه دي في الهاير. ففي لو واحد بيسمع حاجه وما بيفهمهاش سميناها أوديتوري أفيزيا. ايه اللي جاب السيره؟ تدري انه هيرنج؟ فانا عايز اطمن انت لو سامع حاجه وفاهمها تبقى انت أوديتوري أسوشيشن كورتكس. طب بالمناسبه البرايمري اوديتوري اريا كانت ايه يا هاني؟ 41 و42. يقول سؤال انفي وده اللي هنختم بيه بقى. سؤال انفي الانفيريور كوليكولاس لو حصل ليجن تحتها يفرق عن ايه لو الليجن فوقها؟ لو اللي تحت يبقى كومبليتس صح يا كومبليت لان مفيش بايلاترال ريبريزنتيشن هيحصل. عشان انتوا عارفين في الاوديت المصريه بيبقى الهيرنج ماشي من اثنين كورتكس. فدايما بيسالوا لو الليجن تحت او الليجن فوق. دكتوره فاتن بتعمل ايه في التجربه دي؟ تجيب لك تقسم لك السلايد نصين، نص رينيه ونص فيبر. عارفين الفيبر ده بحطه فين؟ في الفورهيد. وتقول لك قارن ما بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن في النورمال وكوندكت الدفنس والنيرف دفنس. يعني بتسالك على كله على كوندكت ونيرف. طب بالمناسبه لو انا ودني دي مسدوده هسمع بوضوح فين؟ في المسدوده ولا في الثانيه؟ في المسدوده لاني خلاص مش سامع حاجه مش ماسكينج افكت كده. لما احنا خلصنا